مرحبا أصدقائي، اليوم هو فيديو جديد وسوف نقوم فيه بردة فعل على اليوتيوبر أو اللاعب المشهور ألي با أبيلا باتو عفوا، وإن شاء الله تعجبكم ردة الفعل وأبقوا معنا. اوكي، نبدأ المقاطع الأولى. لا تالي شوفك شيراو، شوفك شيراو الضربة الأولى هيد شوت. حاول ديما يمشيلوش نفس الاتجاه، يعني يعكس ديما الاتجاه. بسرعة في الثلج، ولا تشوت ديما يحاول يركز على ضربة واحدة، ولا تشوت هنا منافسة كل اللي هنا. المقاطع الأولى بواحد ضد واحد، ثم ناس يقولوا اللي يعني كان يعني بالبيسي يعني بالحاسوب، لكن حتى بالتليفون يلعب ما شاء الله عليه. هيدشوت هاي اللي هنا بالتليفون، نفسها دي جامد تختلفش على بعض. هيدشوت والله أسطورة، والله العظيم أقسم بالله شيء مش طبيعي والله. تم ناس بالحق تلعب بطريقة تحسه من كوكب آخر، ناس خرافيين في اللعب والله. شوف شو يعمل هنا، ضربة 80 والأكثر سكر عليه ويرجع ضربة هيتشوت ما شاء الله. على فكرة كما قلنا من بكري يلعب بالبي سي والتليفون، يعني نفسهم ما يختلفوش على بعضهم برشا يعني. يضرب ضربة واحدة ما يحبش يبقى يضرب، هو ضربة ويلعب حتى تجيب لك السرعة في الثلج زادة. هو سكر مغادي ضربة ديريكت سري سريع، شوف السرعة متاعه، شوف يعني بالحق السيد هذا معناتها ما موش شحن في اللعبة، جملة ما يهتمش بالشحن، نفس اللبسة ديما وال حتى اللي باس ما حلها مكسر سكينات ما يشريهاش، يعني مركز على اللاعب اكثر شيء، اللاعب اهم شيء. هنا منافسة اخرى هيد شوت. اخويا اخويا ملا ملا ناس ملا جماعة والله. نأتي هنا أصدقائي لنهاية هذا الفيديو وهذه ردة الفعل، إن شاء الله تعجبكم. لا تنسوا أصدقائي التفاعل واللايك، وإذا مو مشترك تشترك معنا، ولا تنسى وترك تعليق جميل، وإن شاء الله في فيديوهات أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.